واحنا مش هنبقى جاهزين في مارس 22؟ قولوا لي. لا ان شاء الله جاهزين، وفي 31 ديسمبر يا سيادة الرئيس. خلينا نقول مارس كله 22. احنا قلنا كله ده بالذكاء الاصطناعي وكلام من هذا القبيل. مارس 22. بقول للمواطن المستورد ايه؟ بقول له انا مش هغلبك معايا، مش هيحصل الكلام اللي كان موجود قبل كده. احنا الفريق كامل بيتكلم على تجهيز وتطوير المواني بالشكل كبنية اساسية كمنظومة، لكن النهاردة المنظومة المالية اللي بتدير هذا الامر ايضا احنا طورناها بايه؟ بالميكنة الكاملة. انا مش يعني مش عايز اقول لكم حجم المليارات اللي انفقت في هذا الامر اللي هو بيتكلم عليه دكتور محمد عشان نعمل المنظومة دي. وبالمناسبة انا قلت للدولة من 3 سنين ولا 4، قلت لهم لو انتوا تقدروا تعملوا لي ميكنة كاملة لمصر لكل الانشطة بتاعتنا عشان نحيد العامل البشري واجراءاته، وقلت له عايزين 100 مليار جنيه، احنا حد يقول لي 100 مليار جنيه تدفعهم في ميكنة لدولة؟ اقول له ايوه. خلي بالكم الدولة زي مصر فيها 100 مليون، حجم العمل لو مميكن ميكنة كاملة كتير كتير من الحاجات اللي انتوا بتعانوا منها وبتشوفوها مش هتبقى موجودة. لو في فساد عايزين تواجهوه بجد مش هيتواجه غير بكده، ان البشر ما يتعاملش غير مع مكن، سواء كان المواطن بيتعامل مع مكنة، انا اسف اني بقول كده، ولا الموظف اللي عندنا بيتعامل مع المكنة، ما فيش اتصال مباشر للموضوع. فهنا الكلمة النقطة دي بالذات انا بتكلم فيها ليه؟ لان احنا لما اتكلمنا في الموضوع ده مع الدكتور مصطفى ودكتور محمد ان احنا بدام النظام ده موجود في العالم ما ندخلوش عندنا ليه؟ اللي هو بيخاطب الشركة بيبقى بينه وبين الشركة المصدرة واللي قائم بعملية الاستيراد يبقى الموضوع ايه؟ هو يبعت لي الشحنة قبل ما تيجي، احدد له ادي له الموافقه عليها انها تخش ولا لا قبل ما تتشحن من اصله، مش كده؟ مظبوط. بدل ما تيجي وتتحط عندي في المينا وتتسبق وانا اللي اتحمل المسؤوليه. لا لا لا، البضاعه قبل ما تتشحن من البلد المصدر يبقى المستورد عارف ان البضاعه دي مش هتخش، وبالمناسبه مش هدي له موافقه انها تخش من اصله، مش هتنزل على المينا، هترجع تاني. فهو هيبقى ده اجراء احنا بنعمله قد تجدوه صعب، لكن احنا بنعمل اجراءات الدنيا كلها المتقدمه بتعملها. احنا مش هنبقى عجبه، لا احنا بنعمل اللي غيرنا سبقنا وبيعملوا، واحنا بنحاول نحصله عشان نسهل على الناس، نضمن ان الحاجات اللي بتخش بلدنا حاجات طبقا للمعايير. النهارده لو في حاجه فيها مخاطر يعني مخدرات مش عارف ايه، كل ما هنسيطر على حركة دخول المنافس بتاعتنا البرية والبحرية والجوية بشكل كامل هنقدر نحقق الامل اللي احنا بنقول فيه ان احنا شايفين بنسبة زي المعايير العالمية. احنا مش هنقدر نشوف بالمطلق كل شيء، مش كده؟ لكن هنشوف زي ما غيرنا في الدول المتقدمة بيشوف ايه اللي داخله وبيتعامل عليه. المصدر المستورد خاطب الشركة، الشركة خاطبت الجمارك، هو دي البضائع اللي هتطلع اللي عندكم نوافق عليها، نقدر نحدد الأسعار بتاعتها، هيبقى ممكن في نسب كبير جدا منها حتى ما يتمش الكشف اللي هو لا ممكن يبقى مع منظومة الاكس راي اللي هتتحط ومنظومة الكشف وكلام من هذا القبيل، ان يبقى فيه يعني حتى انتقاء عشوائي بس البعض، مش كده ولا انا مظبوط؟ انا رحت لما من 5 سنين 17 مش كده في سنغافوره، مش كده لقيت المينا شغالها كلها طقم قاعد 8 افراد والاوناش بتشيل الحاجه وتحطها على العربيات والعربيات تمشي ولا حد بيكلم حد. احنا رايحين لده ان شاء الله، ان شاء الله رايحين لده، وانا بقول مارس 22 مش كده ان شاء الله. وعشان كده بقول الكلام ده مش للدكتور محمد، لان هم التوقيتات دي هم رتبوها من اكتر من سنه ولا اتنين، لكن انا بقول الكلام ده عشان لما النهارده انا بقرا الاقي في الجورنال في الجمهوريه والاخبار مثلا تصريح للماليه ان ما عاد احنا مش عارف 2000 شركه سجلوا في في الاي سي اي في الموضوع بتاع الجمارك، اسف الضرايب. طب يا جماعه الباقي ما تساعدوا زميلكم، عشان احنا بنعمله عشانكم مش بنعمله عشاننا، عشان لا احنا بنعمله عشان نعمل حاجه
وفيها انتظام وفيها انضباط وفيها شفافية كبيرة جدا جدا. فبرضو بقول ده عشان الناس اللي مطلوب ان هم في الموضوع بتاع اكتوبر القادم ده، لما اخذ احنا ان شاء الله الخطوة اللي هنخدها قدام مفيش فيها لا وقوف ولا رجوع.